السلام عليكم يا شباب. قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو، اذا ما كنت مشترك فقنا اشترك فقنا وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم طريقة العمل مع معزز الالعاب على هاتف سامسونج جيم بوستر. توفر هذه الاداة تسهيلات خاصة وعملية للاشخاص، مما يعمل على تحسين تجربتك مع أثناء ممارسة الألعاب. في هذا الفيديو راح بعطيك 5 مميزات ووظائف لجيم بوستر في هواتف سامسونج. فحتى ما أطول عليكم في الفيديو، نروح للشيء. أوكي يا شباب، مثل ما تشوفون هذا هو جيم بوستر. طبعا اسمه في فرق، يعني من الهواتف لآتف اسمه تفرق. اوكي، تريد تحمل هذا التطبيق جيم بوستر، اضغط الديسكريبشن وحمل التطبيق. بعد ما تحمل التطبيق يجيك بشكل افتراضي في هواتف سامسونج، اذا مش موجود حمله من رابط في الديسكريبشن. اوكي، الميزه الاول هو عرض قائمه الالعاب. طبعا هذا الميزه الاول هو راح يتخلص من الازدحام والفوضى في جهاز. إذا نفتح شاشة الجهاز بتحصل تطبيقات كلها داخل في بعض، الألعاب والتطبيقات كلها داخل ببعض. أنت تريد تتخلص من الفوضى والازدحام على شاشتك، كيف الطريقة؟ تفتح التطبيق. بعد ما تفتح التطبيق اضغط على هذا 3 نقاط. بعد ما تضغط على هذا 3 نقاط اضغط على ضبط. أوكي، هنا بتحصل إظهار التطبيقات اللعبة. اضغط على هذا الخيار، شوفوا لاحظوا هذا الخيار، اضغط عليه، عفوا هذا الخيار. اوكي، بعد ما تضغط عليها حدد ثاني خيار. لما تضغط على ثاني خيار خلاص الحين تضغط على رجوع. اوكي، الحين لو تفتح الشاشة ما في اي لعبة، بس التطبيقات موجودة، ما في اي لعبة في الجهاز. اوكي، تم التخلص من الفوضى في الشاشة الجهازك. أوكي، الحين كيف تدخل على الألعاب؟ الألعاب كلها متجمع في تطبيق هذا. تفتح التطبيق هذا، تضغط على هذا الخيار، راح بتحصل كل التطبيقات بشكل مرتب وفي قسم واحدة، كل الألعاب متوفرة، بس تضغط على اللعبة وتلعب. يعني خلاص الحين بهذه الطريقة ألعابك مرتب، الألعاب في مكان واحد والتطبيقات بس في الشاشة. هذا هو الميزة الأول. نروح للميزة الثانية. أوكي يا شباب، الميزة الثانية في جيم بوستر هو تجربة العروض التوضيحية للعبة دون تنزيلها. لما تضغط على جيم بوستر يعني بتحصل قسم الألعاب الفورية الجديدة. هذا القسم لما تضغط عليها راح يعطيك كل الألعاب الجديدة اللي تم رفعها حاليا في جوجل بلاي. ما تريد تثبتها ولا تريد تنزيلها، بس عندك هني تضغط على اللعبة اللي تريد تستخدمها، تلعب اللعبة وتشوف إذا عجبك تنزلها في وقت ثاني. يعني هذا الخيار أو الميزة ما يحتاج إنك تنزل أو تثبت على جهازك اللعبة، تقدر تجرب اللعبة قبل كل شيء. أوكي، أونلاين يعني. أوكي، بهذا المفهوم يعني ميزة خرافية ومفيدة للمهتمين باللعبة قبل تنزيلها. أوكي، حتى إنك تقدر لو لعبت اللعبة عجبك تضغط علامة الزايد وتضيفها في جيم بوستر وترجع عليها في أي وقت. أوكي، الحين تجرب اللعبة، شوفوا يعني اللعبة مش منزل على جهازي، بس أقدر أجرب، يعني أجرب وإذا عجبني أنزله، وإذا ما عجبني ما أنزله. أوكي، بعد ما تضبط أضغط على التالي أو أضغط على الرجوع، جرب لعبة ثانية. كل الألعاب الجديدة في جوجل بلاي راح ينزل في هذا القسم. نسمع، شوف هذا الألعاب الفورية الجديدة بمكانك تلعب بدون تنزيل. هذا هو الميزة الثانية احترافية في جيم بوستر. فنروح للميزة الثالثة. أوكي يا شباب، الميزة الثالثة هو ميزة استخدام النافذة المنبثقة للوصول السريع. الحين راح بوضح لك أكثر. افرض انك تلعب مثلا اي لعبة من هني، مثلا هذا اللعبة. اوكي،
هذا اللعب. أوكي، بإمكانك أنك تستخدم تطبيق آخر في نفس النافذة بدون ما تخرج من اللعبة ويخرب اللعبة وتخسر اللعبة. كيف الطريقة؟ بس اسحب بهذا الطريقة من فوق ويعطيك هني نافذة الجيم بوستر، اضغط عليها بيحطيك التطبيقات اللي يمكن تفتحها وأثناء ممارسة الألعاب. تقدر تغير هذا التطبيقات بالضغط على ثلاث نقاط، عفوا يعني راح أعيد الكرة، بس راح أضغط على ثلاث نقاط، أختار تطبيقات، أحذف التطبيق وأختار التطبيق اللي يناسبني. أوكي، بمجرد ما أختار التطبيق راح تظهر عني. أوكي، الحين أقدر أستخدم مثلا واتساب. أوكي، في نفس النافذة اللعبة نفس ما شوف، أستخدم واتساب أدردش بهذه الطريقة وبدون ما أخرج من اللعبة. بعد ما أخلص النافذة أضغط على أغلق. بهذه الطريقة ما راح تخسر اللعبة، وتستخدم تطبيقات في آن واحد اللعبة، تلعب اللعبة وتستخدم مثلا واتساب، فيسبوك أو غيرها من التطبيقات. هذا هو ميزة جدا مهم خاصة لأصحاب الجيمينج اللي يلعبون ويستخدمون المواقع التواصل وما تريد تخسر اللعبة بهذه الطريقة. جدا مهم هذا الميزة. أوكي، نروح للميزة الرابعة. أوكي يا شباب، الميزة الرابعة هو تحسين أداء الألعاب باستخدام جيم بوستر. لما تفتح جيم بوستر هني بتحصل هذا الثلاث نقاط، اضغط عليها، اضغط على معزز الألعاب. لما تضغط على معزز الألعاب هني فيه في قسم كبير من إعدادات الاحترافية اللي راح تزيد من إنتاجية الألعاب. أوكي، القسم هذا الحظر أثناء اللعب، هذا القسم تقدر تحظر الإشعارات والسطوع التلقائي وغيره من الأشياء حتى تلعب بدون إزعاج. أوكي، يعني لما إشعارات تغلق تفعل هذا الخيار راح يوقف الإشعارات المكالمات، يعني ما يجيك لا مكالمات ولا إشعارات الرسائل المواقع التواصل ولا مسج ولا شيء، وكثير أشياء تقدر تغلقها. طبعا في خيارات أخرى، طبعا كل هذا الخيارات كيف تستخدمها وكيف تفعلها وفيما وشو فائدتها كلها شرحت لكم، الرابط في الديسكريبشن. ادخل الديسكريبشن بتحصل شرح مفصل لهذا كل هذا الاعدادات. اوكي، هذا هو الميزة الرابعة، ادخل الديسكريبشن واعرف تفاصيل كاملة لهذا القسم. اوكي، جدا مهم، يساعدك في اشياء كثيرة يا شباب. وبس يا شباب، هذا هو الميزة الرابعة، فنروح للميزة الخامسة. اوكي يا شباب، الميزة الخامسة لجيم بوستر هو التحقق من تاريخ وتفاصيل الألعاب. اوكي، هذا الميزة تضغط عليها، تضغط على هذا الزر راح يعطيك تفاصيل كاملة لكل الألعاب اللي لعبتها سواء كان محذوفة او موجودة. اوكي، كل التفاصيل راح يعطيك كم عدد الساعات اللي لعبتها في هذا اللعبة، كم عدد الساعات اللي مر وقت اللي حذفتها، وكل تفاصيل راح بتحصلها هني. اوكي، مثل ما تشوفون كل شيء راح يعطيك، تضغط على التفاصيل راح يعطيك تفاصيل دقيقة كاملة، متى لعبتها، متى اخر تم خروج، متى كم ساعة لعبتها في اليوم، كم عدد الساعات كلها لعبتها، كل التفاصيل راح بتحصلها في قسم تفاصيل. هذا هو الميزة الخامسة. ناس ما تشوفون حتى التطبيقات اللي لعبتها بعدين حذفتها بتحصل التفاصيل في هذا القسم، قسم ممتاز حتى تعرف عدد الساعات وعدد التاريخ متى حذفتها وكل التفاصيل. وبس يا شباب، هذا هو مميزات. طبعا في مميزات أخرى وتفاصيل أخرى ما شرحتها، ادخل الديسكريبشن في الرابط في الوصف بتحصل تفاصيل أخرى ومعلومات أخرى حول جيم بوستر. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. وبس يا شباب، هذا هو المقطع، مع السلامة.